خطأ أيضا فادح، ومن طبيب واحد بيكفي أنه يشوه سمعة أطباء التجميل إن كان بلبنان أو بالعالم العربي. دينا حايك ضحية عملية تجميل صغيرة عرضتها للخطر ولو ما أيد الطب بفرنسا سارعت لمعالجتها. الموضوع مش عن كليب دينا حايك، الموضوع أهم من هيك بكتير. عمليات التجميل بالعالم صارت من ضروريات عالم الشو بزنس، البعض منا بينجح والبعض بيشوه صورة الفنان أو الفنانة، ومنا بيكون إلى ردات فعل سلبية من الناحية الصحية، وهيدا يلي صار مع الفنانة دينا حايك. اللي صار معي يعني للأسف هي جرثومة لقطة، وأنا مش عارفة إذا لقطة من الكلينيك ولا لقطة من المستشفى، بس اللي بعرف إنه تأخرنا اكتشفنا الموضوع، بلشت بإحمرار صغير بمنطقة الأنف هون، وصرنا ناخد أنتيبيوتيك، ومن أنتيبيوتيك للتاني ومن دواء للتاني، صرت بعدين أحس بعوار تانية اللي هي العمل بمنخاري، وجع براسي ودوخة وإشياء كتير. وعملنا زرع وطلع عندي جرثومة، وكانت هي جرثومة من أخبث الجراثيم اللي ممكن تكون موجودة، يعني لأنها هي كتير مأزية. إن كنت عم تعملي عملية تجميل ولا إن كنت عم تعملي عملية صحية ولا أي شيء، مش ضروري بس عملية تجميل. اللي اكتشفته واللي عرفته من خلال الحكمة برا إنه لازم ينعمل فحص دم بتقريب الست شهور لحتى إذا الإنسان لقط بهيدي الفترة أي جرثومة بعد الشر أو أي شيء، ممكن بهيدي الست شهور يلحق حاله ويعرف، لأنه بهيدا الوقت بيقدر يعرف قبل السنة. للأسف إنه ما كان في حدا يوجهني صح، وأنا كنت لاحقة الحكيم اللي عمل لي عملية التجميل. يعني الطبيب يلي اسمه كان مفروض يتابع حال الدينة الصحية، بس هيدا يلي ما صار. زعلت لأنه مش من الأول يعني عرف الحكيم إنه في شيء غلط عم بيصير معي ولازم يوجهني صح أو ينصحني إنه روح عند حكيم جراثيم اختصاصي. بتمنى الحكيم إذا شغلي عن جد ما بيعرف فيها ينصح المريض يقول له أنت في عندك مشكلة روح عند حكيم سأل، مش يتخبى مثل ما بيقولوا وراء أصبعه ويقول بصح. ما في شيء اسمه بصح، هذا شيء بموت، هذا الشيء إذا فات بالدم الإنسان بيموت، يعني ما لنا لعبة. يعني عن جد الحمد لله على السلامة لضيفتنا دينا حايك بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مرسي دينا. هل بعد عندك ثقة بأطباء التجميل بلبنان وبالعالم العربي؟ أكيد، لأنه يعني مش غلطة شخص بتحمل عقوبة لأشخاص تانيين، ونحن بلبنان عندنا حكمة تجميل كتير شاطرين وعم بيشتغلوا صح، بس الأهم إنه عن جد دائما بقول إنه يكون في بنفس الوقت ضمير، يعني لأنه الحكيم بيحلف يمين ولازم يكون عنده ضمير. وأنا قلت إنه إذا ما بيعرف ما يقول، إذا ما بيعرف ما يقول، وما بدي أحمل هذا الذنب للكل، لا بالعكس أنا بقول إنه بالعكس نحن عندنا حكمة شاطرين وعندنا مستشفيات نظيفة وعندنا أشخاص مؤهلين. بس هلا قتلتي هم الصبايا كلهم اللي عم بيحضروكي، صاروا عتلين يعملوا عملية تجميل. مظبوط، هي ما بدي أسألها إذا بعد بتتجرأ بعد عندك الجرأة إنك تعملي عملية تجميل. لا عملت كثير لهلا ما بقى بحمل. شو عاملة بالضبط إذا؟ لا صراحة أنا يعني قلت إنه منخاري عملته أول مرة من فترة، يعني من زمان. هلا بعدين جربت هون شوي هيك اجهل، وحبيت شوي صلح هون شوي عبي يعني مطرح معين، وصراحة وقتها تبليت على منخاري. ولما عملته تاني مرة لحظي، مين لعب لك بعقلك؟ لحظي مين قال لك دينا لازم انك انت تعبي؟ كنت حس لما اضحك، كنت حس لما اضحك شوي منخاري يفتح. عن جد عم بحكي، يعني بتعرفي مش انه انا من الاشخاص اللي ما بلعب بوجهي وما بعمل قصص، يعني بخاف،
بس هذا الموضوع اللي عملته للاسف انه منخاري لوى، كنت اطلع على التي في ضليت سنه مضطره. لا قبل كان منخاري لاوي، هذا اللي خليني اتعرض لعمليه ثالثه. يعني اذا بقول لك كان عندي حس سيء، عن جد كان عندي حس سيء الحمد لله على سلامه، وهذا اللي خليني انه اعمل عمليه ثانيه وثالثه، ويا رب اكيد ما بدي اعمل تكون الاخيره. لا ان شاء الله تكون الاخيره. دينا شو ما قال لك، يعني عن جد الحمد لله على السلامه، بس مش عم بطلع فيك وبقول انه ما في شيء، واسم الله عليك حلوه كثير. ميرسي فيني، انا بس شوفك بحلى، وشانتال انا اول مره كنت قابل كمان، مبسوطه اني معك، بس انت طولت تارك خلص. والله ايه خلص يعني. دينا الحمد لله على سلامتك. نحن بدنا نشكر حضورك معنا وشهادتك، شكرا للحضور الحلو، وشكرا لفيني. نوصل لنهايه حلقه هالاسبوع من عن جد، بس قبل ما نبدعكم بنكون مع فيديو كليب لاغنيه دينا حايك الجديده ابو الزلف، اللي عن جد بينعرض لاول مره بعن جد وعلى شاشه ال بي سي. بنرجع نلتقي بالحلقه اللي جايه، بتصبحوا على الف خير.